في محافظة البصرة تنتشر كذلك الكلاب السائبة، وفي أحد الحالات يتحدث أحد المواطنين عن مهاجمة أحد الكلاب عليه وعلى ابنه في ظاهرة أصبح الجميع يشتكي منها ومن هجمات الكلاب المتكررة على الأطفال. دعونا نتابع القصة التالية حول الكلاب السائبة من البصرة. السلام عليكم أخواني الأعزاء. طبعا هذا الموضوع قبل لحظات اللي انشرناه، موضوع الكلاب السائبة هاي الأيام الكثرة بمنطقتنا، منطقة الجبيلة وحي الميثاق. طبعا هذا الكلب تشوفونه، هذا طبعا الأخ أبو سارة هو الدعمه بالسيارة لأن راد عض ابني. وأبو سارة شنو هذا؟ هذا الكلب الصبح أنا شي طالع من بيتنا وياي ماخذ ابني دودي للامتحان. نعم. وهذا كان نايم على الرصيف، رأسا من شافنا قام، يعني هو مبين مستكلب، هذا يعني مجلوب تعبيرنا احنا. نعم. فاجى هجم علي. نعم. وحاولت ان يعني اخوفه من عندي كذا، ماكو، متوحش شي يدخل على الوجه. بعدين رجع على ابني هم مرادي عضه. نعم. ما خلصنا من الا بالشافعات، بعدين عبر على جارنا، جارنا هم طالع هو وزوجته هم راح وعض من ملابسه ووقع بالقاع. نعم. فبعدين هم قاوم شرد بعد عم تبعته بالسياره، انا قلت هذا خاف يذيله طفل، يذيله مره، يذيله انسان ما يدري بهذا مجلوب. فانا نعم. كان صديقهم جزاه الله خير اسمه حمزه، هم اثنين قمنا، واحد يدعمه منا واحد يدعمه منا الى ان قتلناه. نعم. هاي مو بس الحالة الأولى والأخيرة، لأن أكو ولا ساعة هم رجعنا ثلاثة وأربعة هم هجمن على جارنا طالع برا بسيارته.